الخميس. سوبرودين بيلاك. الاثنين آكل أفضل. سوبرودين سبتر عن بودارا. صيام ثلاثة أيام من كل شهر. هريك مينات كل تين دين ما بودارا. صيام الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري. منزلة خامس عشر تيرا جودا رفان را هجري كالندر كو انسان رجل راكت باس. صيام يوم وفطر يوم. ایک دن روزہ رکھنی را آر کو دن آر کو دن روزہ نہ رکھ. صیام ست من شوال. صیام ست ایام من شوال بعد رمضان. شوال مہینہ کو چھ دن روزہ رکھنی پاس. شوال مہینہ میں چھ دن روزہ رکھنی پاس. صیام محرم و شعبان اکثر شہر. محرم مہینہ کو روزہ ویسے گئے شعبان مہینہ میں روزہ. صیام يوم التاسع والعاشر والحادي عشر عاشوراء. عاشوراء كروزا نو دوس رقيق الغريب.